وأمام تعفن اليوم جثة الانقلاب تأزموا فشلوا اليوم كثرة المبادرات السياسية برشا أطراف طرحت مبادرات سياسية البعض منها يقوم تحت سردية 25 والبعض الآخر مقاوم ل 25 جويلية. كيف تقرأ هذه المبادرات المعروضة وخاصة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل اللي أصدر وثيقة توجيهية وعرض مبادرة للحوار بدأت ملامحها تقريبا العامة تتضح؟ لا بالعكس، هي كانت في طريق أنها تتضح والآن عادت إلى الغموض الكامل، وربما حتى هناك حديث على جدية مواصلة الاتحاد في طرح هذه المبادرة، وهذا عنده أسباب مقنعة فيها. الوثيقة التوجيهية نعتقد أن الاتحاد تنكر لها وقال ماهيش رسمية وما تلزمنيش، يعني وبالتالي ما عندناش تصور واضح لطبيعة هذه المبادرة ومضامينها وتمشياتها. أولا من باب المبدأ أن نشجع أي مبادرة تخرجنا من الانقلاب على أرضية واضحة، على أرضية الشرعية، على أرضية عودة المسار الديمقراطي، على أرضية إغلاق قوس الانقلاب. خل حد وش ليها أرضية الشرعية؟ يعني شنو نقصد؟ يعني يمكن التمسك بشرعية الدستور 2014 والتخلي عن الشرعية البرلمانية مثلا؟ لا ما دخلتش في التفاصيل. نعتقد أن مناشي في هالمناخات هذه، يعني هذا كله حديث سابق لأوانه، حديث على التفاصيل وشنية القاعدة الأساسية للحل وتمشيات الحل والإخراج التقني للحل، الإخراج الدستوري والإخراج. احنا مناشي في المناخات هذه، يعني جايك للمسألة هذه. لكن بالنسبة لمبادرة الاتحاد، احنا نعتقد أن مبادرة الاتحاد ما زالت غامضة، غير واضحة المعالم، وربما الآن التطورات السياسية اللي وقعت سواء في علاقة الاتحاد بالسلطة أو في الهجمات اللي قاعدة تعمل فيها السلطة والتصعيد اللي تعمل فيه السلطة سواء ضد السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال وغيرهم، ولكن أيضا ضد النقابيين. تعرفوا أنه فما نقابيين توحيلوا والبارح يبحثوا في إلى آخره، والمعركة قادمة. وبالتالي أعتقد أنه الاتحاد قبل أن يطرح مبادرته تلقى الإجابة عنها، تلقى الإجابة عنها لما هاجم قيس سعيد الاتحاد وخونه، وأيضا يعني رفضت المبادرة قبل أن تطرح، وهذا نتيجة خطأ عنوانها. عنوان مبادرة الاتحاد كان مرسلا إلى قصر قرطاج، كانت مبادرة بعنوان، يعني الظرف عليه عنوان قصر قرطاج، هذا نيتهم. فجاءهم الرد من قصر قرطاج من رئيس سعيد. لو كان الاتحاد عنده نية لتوجيه مبادرة للمجتمع التونسي وليس لقيس سعيد لما كانت مصير هذه المبادرة رهين إرادة قيس سعيد. لكن الاتحاد ربما اختار أنه يوجه مبادرة لسعيد، وبالتالي لما يرفضها سعيد انتهت. الخيار الأنجع كان أنه الاتحاد يمشي في طريق طرح مبادرة على المجتمع التونسي، على المجتمع السياسي، على المجتمع المدني، على المجتمع بكامل يعني تنوعاته. وقتها المبادرة متجهة للتوانسة ومش متجهة لسعيد، يرفضها سعيد ولما يرفضهاش تتواصل. الآن المبادرة أجهضت لأنه عنوانها في الأصل خاطئ. المبادرات الأخرى فما كثير من المبادرات.